ولك خلصنا بقى خلصنا، قسما بالله العظيم ما في بجيبتي غير 200 ليرة. لك شو بدك؟ فاجعة بعد أيام على الزلزال، شادي زيدان شقيق أيمن زيدان بخطر، والنجوم في صدمة كبيرة. أثناء تصويره مشاهده في أحد الأعمال الدرامية أزمة صحية مفاجئة تعرض لها الممثل السوري، وشكران مرتجى وباسم ياخور وسحر فوزي وغيرهم في حالة حزن. مساء الخير هاني، عم بقول مساء الخير. سمعت، طالما سمعت ليش ما عم يترد؟ تعرض الممثل السوري شادي زيدان شقيق الممثل السوري أيمن زيدان لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في أحد الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جداً. وفي التفاصيل التي حصلت عليها سيدة نات، أصيب شادي زيدان بأزمة صحية أثناء التصوير مما استدعى نقله للمستشفى على الفور، حيث تبين إصابته بنزيف في الدماغ، وهو حالياً في العناية المركزة في أحد مشافي مدينة دمشق السورية. ألو، أهلين، مديش أسعار الصبابيط عنكم اليوم؟ إيوة ماشي. وقد تفاعل كثير من النجوم السوريين مع هذا الخبر الحزين، طالبين من الجمهور الدعاء لشادي بالشفاء العاجل، وكان من بينهم الممثلة شكران مرتجى التي نشرت صورة لشادي على صفحتها الخاصة عبر تويتر وكتبت: شادي يا شادي يا أخي يا أبضاي يا أبو عزمي، قوم ولو يلا، بنحبك كلنا هون وهنيك بكل الكون، وعم ندعي لك تقوم بالسلامة، همتك بهالكم يوم وطول العمر، ورح تضل إن شاء الله شادي سلامة قلبك. يلا شادي، بدنا نكمل شغلنا لسوريا وأهلها بالشفاء العاجل، دعواتكم 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 لعلها ساعة استجابة يا رب. شبهم كلهم بالمديرية كبران راسهم. آه والله، تعا تعا تعا. الممثل باسم ياخور كتب على صفحته الخاصة عبر فيسبوك: شادي زيدان تعرض اليوم لوعكة صحية حادة أثناء العمل، الله يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة، قلوبنا جميعا معك يا شادي في هذه الأزمة. وبدورها تمنت الفنانة السورية سحر فوزي: ألف سلامة عليك، سلامة قلبك يا شادي، شدة وبتزول بترجع أحسن من الأول، ناطرينك يا طيب. أما الفنان السوري أيمن رضا فكتب: ألف سلامة عليك يا شادي. سيلفي عصاية سيدي، عصاية عصاية سيلفي عم يتصوروا فيها كلياتهم، موجودة بين إيدين كل أفراد القبيلة يعني. كما كتب المخرج السوري محمد زهير رجب: شادي زيدان الشهم القبضاي، الله يشفيك ويعافيك. بينما كتب الفنان السوري ليث المفتي: سلامة قلبك يا خيي، خلال التصوير تعرض الأخ شادي زيدان لوعكة صحية، الدعاء له بالشفاء، سلامة قلبك يا رفيقي.